ينزعه نوعان. النوع الأول ما يسمى بأدب المدونات، وأنا في تقدير الخاص أن النقد لم يستطع حتى هذه اللحظة أن يستوعب ما يسمى بأدب المدونات، لكن هو نوع أدبي فرضه فضاء النت. وطبعا أدب المدونات هنا يستخدم القالب النثري، يعني نحن أمام أدب مدونات يستخدم القالب النثري، ويمكن لبعض هذه النصوص أن تنتمي إلى أدب الخاطرة الغنائية، وفي ما يسمى في النقد الحديث الآن lyrical narrative أو السرد الغنائي أو النثر الغنائي، هذا موجود في النصوص. وبالتالي أنا أرى إنه هذا التمايز النوعي لنصوص سيف المرواني تطرح فكرة إلى أين تذهب حركة الإبداع. يعني إحنا ساعات بناخد خريطة جاهزة ونسقطها على الناس، نقول مثلا مواصفات القصة القصيرة كذا، مواصفات النوفيلا كذا، مواصفات الرواية كذا. طب وهنعمل إيه في تداخل الأنواع الأدبية والنصوص الجديدة؟ هنعمل إيه في أدب المدونات؟ وده أدب، يعني بعض النقاد يرفضون الاعتراف بأدب المدونات. لا، في نوع أدب اسمه أدب المدونات فرضه فضاء النت، وله قراء وله عشاق وله تنظيرات وله رسائل وأطروحات علمية بدأت تظهر خصوصا في الأردن والجزائر. يبقى معنى هذا إنه سيف المرواني يكتب لنا نثرا إبداعيا يدلي بصلة إلى نوعين، إلى أدب الخاطرة الغنائية وإلى أدب المدونات. وبعض هذه النصوص يمكن بنوع من الذائقة القرائية أو التأول ينتمي إلى قصيدة النثر. سنلاحظ أن الأستاذ سيف المرواني يلقب نفسه في الكتب الأخيرة بعازف الشجر، عازف الشجر، ولاحظوا معي أنه هو الذي ينحل نفسه هذا اللقب عازف الشجر. وكثير من نصوص سيف المرواني بتستوحي فكرة أو فضاء الموسيقى أو الإيقاع، وبالتالي وضع كلمة عازف أنا أعتقد أن دي متكررة في الديكشن أو المعجم الذي يستخدمه سيف المرواني. هتجد كلمة عازف وتجد كلمة الشجن بتمايزات للكلمة. هل سيف المرواني يطرح أمامنا إبداعا أقرب إلى الموسيقى؟ لأنه عنوان الكتاب عازف يترنم بالحنين. إذا عدنا مرة أخرى إلى مفردة أو مفهوم كلمة عازف. طبعا أنا أرى أنه هذه النصوص تنتمي إلى مربع واحد، يعني هو يتحرك معظم الوقت في مربع واحد، ممالك المحمول أو المعشوق. النصوص 37 نص تقريبا، أظن عدد النصوص 37، تنتمي إلى نوع من المخاطبة للمحمول، وهنا المحبوبة غير معرفة. يعني في بعض الناس يسمي المحبوبة ليلى، يسمي المحبوبة فاطمة، حتى باولو كويلو في رواية الخيميائي في آخر الرواية خالص محبوبته كانت عربية، ونهى الرواية أنا آت يا فاطمة. آخر لو قرأت باولو كويلو الخيميائي في آخر الرواية خالص ينادي محبوبته العربية أنا آت يا فاطمة. هنا سيف المرواني لا يحدد المحبوب، ودي مسألة متعمدة، وساعات يناديها نداء غريبا يا أنت يا أنت بالضمير، وكأن محبوبته تستوعب كل المعشوقات أو المحبوبات. هبدأ من الإهداء، وإحنا زمان من 10-12 سنة كنا نتجاوز الإهداء، لكن الآن علمنا فان دايك في علم النص الحديث إن الإهداء اللي حضرتك بتكتبه في أول الكتاب أو النص هو جزء من النص، ليس منفصلا عن النص. الإهداء بص معايا، وده يعدنا لفكرة أنا أسميها تجهيل المحبوب، مش عاوز يديها اسم، مش عاوز يديها هوية، مش عاوز يديها ولاء مكاني ولا ولاء زماني. يعني ممكن تنتمي المحبوبة دي إلى الزمن الذي نعيشه أو إلى زمن قديم. بيقول في الإهداء إلى من روتني من ينابيع الحياة أجمل ترياق وغرست في حدائقي الورد. إلى من، ومن اسم موصول مش محدد برضو المحبوب. لما انتظرنا أن ينادي المحبوبة لنضبط المحبوبة بهوية نوعية محددة قال لها يا أنت، فأعادنا إلى الضمير العام. معنى هذا أنه بيتعمد تجهيل المحبوب. هل يتلاعب بالمحبوبة رمزيا؟
ولا لأن محبوبة سيف المرواني تستوعب كل المحبوبات وكل المعشوقات؟ زمان لما كان بيدرسنا شيخ النقد الدكتور الطاهر مكي عليه رحمة الله كتاب له عن أدب القصة القصيرة، كان يصدر الكتاب بإهداءات عجيبة، كنا نفكر في الإهداءات بأكثر مما نفكر في الكتاب. يبدأ لنا الإهداء وكنا طلابا صغارا، يقول في أول الكتاب مثلا: إلى نانا إنها تعرف لماذا. طب إحنا ما نعرفش ولا نعرف من تكون نانا. حتى لما قعدت مع الدكتور الطاهر مكي حديد وبعيد مش عاوز يحدد من تكون نانا. يعني أنا أعتقد أنه تجليل المحبوبة بداية لفتح آفاق الرمز، لأنه اللعبة دي بيلعبها الشعراء كثيرا. نزار مثلا، نزار قباني بيتقال أنه بيخاطب محبوبة طول الوقت، وأن دي مسألة مملة لازم يتكلم عن الاجتماعيات. أهلا بيك، نور الدنيا. يتكلم عن الاجتماعيات، يتكلم عن الوطنيات، يتكلم عن الأوطان. لكن نزار قباني ذكي، وكان بيفتح مجال الرمز بهذه الصورة. تلات ارباع ديوان نزار عن المرأة، وتلات ارباع نداءات نزار للمرأة. وده سبب له مشكلة سنة 82 اللي سنه كبير شوية ولحق الفترة دي. كانت الدبابات الإسرائيلية بتجتاح بيروت، وكتب نزار وكان منفيا في باريس ممنوع من دخول سوريا، كتب قصيدة بعنوان فاطمة في ساحة الكونكورد، وقعد بقى يتغزل في فاطمة وقد فاطمة ورمش فاطمة. فشن عليه النقاد هجوم، يعني معقولة الدبابات بتحتل بيروت وانت بتتغزل في فاطمة؟ فقال لهم عبارته المتخابثة: طب ومن أدراكم من تكون فاطمة؟ ما يمكن العروبة، ما يمكن الحرية، ما يمكن الوطن المسلوب الذي نريد أن نستعيده. معنى هذا أنه في ذكاءات للمبدعين لفتح آفاق الرمز. وأنا أعتقد أن سيف المرواني الرومانتيكي حتى العظام. أنت لو طلبت من سيف المرواني أن يكون واقعيا أو أن يكون سورياليا أو أن يكون فابيا أو أن يكون أي مذهب آخر، لن يرضى بهذا. هو يريد أن يكون رومانتيكي. ورومانتيكية سيف المرواني رومانتيكية أستطيع أن أقول ليست التيار السائد في النص الأدبي الأوروبي، ليست التيار السائد في العالم العربي.